كان يستخدم الرجل هذه القطعة الصخرية لإيقاف الباب، ولكن حينما فحصها هذا العالم أخبره بالحقيقة. كثيراً ما نجد أن الحظ يحالفنا ويصبح رائعاً معنا وقادراً على تحقيق أشياء لا مثيل لها تعود علينا بالنفع في حياتنا. كثيراً ما نجد أن سوء الحظ نتعرض له كثيراً في حياتنا لما يجعلنا نخسر أشياء كثيرة ونعاني معاناة كبيرة، لكن حينما يتحالف الحظ معنا ويكون جيد يعود علينا بالنفع ويجعلنا نشعر بالسعادة لتحقيق الأشياء التي نسعى لتحقيقها. هذا ما قد حدث مع هذا الرجل الذي يدعى ديفيد موزريك، يعيش في ميشيغان، ومثله مثل أي شخص يسعى لتطوير حياته لكي يتمتع بها. في عام 1988 كان يسعى هذا الرجل لشراء مزرعة، ووجد قطعة أرض رائعة للغاية وقرر أن يشتريها، حيث شعر أن هذه الأرض هي ما يسعى إلى شرائه. وحينما دخل إلى هذا البيت وجد أن هناك قطع صخرية كبيرة تقوم بإيقاف هذا الباب حتى لا ينغلق. وفي الحقيقة حينها لم يهتموا بأي شيء في هذا المنزل سوى تلك الصخرة الغريبة. حتى بعدما عاد إلى بيته لم يكن قادرا على التوقف عن التفكير في تلك الصخرة، وقال إن هذه الصخرة لم تكن تشبه أي صخرة قد تراها من قبل، مما جعلها شيء غريب ويسعى إلى معرفة حقيقته. ولكن صاحب المزرعة قال له إنها عبارة عن قطعة صخرية عادية أستخدمها لكي أوقف هذا الباب. لكن ديفيد لم يصدق كلام هذا الرجل، وكان يظن أن هذه الصخرة لها قصة كبيرة. ثم فيما بعد أخبره صاحب المزرعة أن لهذه الصخرة حقائق غريبة ولها قصة مختلفة. قال إنه في ثلاثينيات القرن الماضي لاحظ في أحد الليالي أن هذه الصخرة تسقط من الفضاء. شاهد هذا الأمر هو ووالده. حتى في اليوم التالي ذهب ووالده إلى هذه الأرض حتى يلاحظوا هذه الصخرة ويحاولوا معرفة قصتها. وحينها وجدوا أن هذه القطعة الصخرية قد أحدثت بقعة كبيرة في الأرض، وبالرغم من مرور الليل بالكامل إلا أنها في الصباح التالي كانت لا تزال ساخنة للغاية. حاولوا حمل الصخرة معهم وقرروا أن يستخدموها كقطعة صخرية لإيقاف الباب، لكن في الحقيقة لم يقتنع ديف بكل الكلام الذي قاله له هذا المزارع. لذا قرر ديف حمل الصخرة معه لكي يفحصها في أحدى المعامل، وحينما بدأ يدرك أن قصة هذا الرجل حقيقية وأن هذه الصخرة سقطت بالفعل من الفضاء وأن هذا الشيء يعتبر مصدر رزق له، حيث أنه لو قام ببيع مثل هذه القطعة الصخرية سيكون قادرا على الحصول على مبلغ كبير من المال. ومن المؤكد أن هذا ما يحلم به الكثير من الناس، لهذا شعر ديفيد أن الحظ قد تحالف معه. لكن في البداية كان يحاول أن يسعى إلى معرفة إجابة محددة من أحد العلماء عن هذه الصخرة، والسؤال هو هل أن هذه الصخرة عبارة عن نيزك أم أنها قطعة صخرية عادية قادمة من الفضاء؟ تواصل مع إحدى العلماء الذين يعملون في جامعة ميشيغان في قسم العلوم وجيولوجيا الأرض، ولهذا تمكن من الوصول إلى هذه العالمة في الجامعة حتى تتمكن من فحص هذه الصخرة. وحينما فحصتها أدركت أنها تمتلك في يديها قطعة صخرية نادرة لا مثيل لها في العالم، ولكن كان يجب عليها القيام بالكثير من التجارب والعمليات حتى تتأكد من صحة الشكوك التي ثارت لديها. وحينما فحصتها أدركت أن هذه الصخرة تتكون من 88% من الحديد و12% من النيكل، وهذه العناصر لا تتوافر إلا في النيازك، ومثل هذه الصخور والنيازك لا تأتي إلا من الفضاء، حيث كان يصل وزنها إلى 22 رطل، وهي تعتبر الصخرة السادسة في الحجم التي تم اكتشافها في ميشيغان. حينما أكد له الكثير من الناس أن هذه الصخرة عبارة عن نيزك، كان أمامه خيارين، إما أن يعطي هذه الصخرة إلى أحد المتاحف التي تقدمها للكثير من الناس، أو أن يعطيها إلى شخص ما مسؤول عن علوم الجيولوجيا لكي يراها ويدرسها ويستفاد منها في إفادة البشرية،
وقرر حينها أن يقوم ببيع هذه الصخرة، ومن ثم قام بالتبرع بجزء كبير من الأموال التي حصل عليها إلى جامعة ميشيغان. وحينها تمكنت العالمة في الجامعة من الحصول على هذه الصخرة وتقديمها للكثير من الطلاب لدراستها، حيث كانت تقول إن هذه القطعة الصخرية التي أحملها بين يدي هي عبارة عن قطعة صخرية تحولت إلى نيزك منذ بداية الانفجار العظيم الذي ساهم في تكوين الكوكب الذي نعيش عليه. ومالك هذه الصخرة لم يكن يدرك هذا الأمر، وكان يستخدمها من أجل فقط أن يوقف الباب حتى لا يغلق. وحتى الآن تقوم الكثير من المؤسسات بمحاولة فحص هذه الصخرة لمعرفة العديد من العناصر الأخرى التي لم نتمكن من اكتشافها حتى اليوم. ما هو أكثر شيء نال دهشتك في هذا الفيديو؟ اخبرني في التعليقات، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات ليصلك كل ما هو جديد. نراكم في الفيديو القادم، إلى اللقاء.